برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، إنجازات كبيرة وخطط طموحة تسعى لدفع مسيرة التحول الرقمي المحفز للنمو الاقتصادي في قطر. على مدار الأعوام الماضية نجح برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في توفير 4800 فرصة تدريبية، منها 1800 مقعد تدريبي خلال 2018، وذلك عبر تنفيذ نحو 312 دورة تدريبية، منها 134 دورة خلال 2018 لأكثر من 70 جهة حكومية وشبه حكومية. كما وضع البرنامج التسهيلات اللازمة لحصول المتدربين على ما يقارب 380 شهادة دولية معتمدة. ومن أجل الإبقاء على الفعالية المستدامة للبرنامج، فقد تم توسيع الشراكات التكنولوجية مع عدد من الجهات الرائدة في التدريب التقني بغية تغطية جميع التخصصات التقنية والتكنولوجية، والتي من أبرزها إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إدارة الشبكات، إدارة أمن المعلومات، وغيرها الكثير. ولم يقتصر المشروع على الدورات والبرامج التقنية فحسب، بل ركز على إعداد بعض البرامج القيادية مع مؤسسات معترف بها عالمياً تم تصميمها خصيصاً لتلبي الاحتياجات في القطاعات التكنولوجية في قطر، مثل برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين الذي أثمر عن تخريج 54 من الكفاءات القطرية من خلال دفعتيه الأولى والثانية، برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات الذي ساهم في تطوير المستوى الاستراتيجي ل24 مديرا تنفيذيا وصقل المهارات القيادية والتشغيلية لديهم بما يمكنهم من قيادة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وبفضل النتائج اللافتة والإنجازات السابقة، حظي البرنامج باهتمام العديد من الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها التدريبية، وذلك من خلال عقد دورات خاصة لها. وزارة الداخلية، ديوان المحاسبة، جهاز التخطيط والإحصاء، وزارة المواصلات والاتصالات. وعلى مدى الأعوام القادمة سيواصل البرنامج العمل الدؤوب للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي للبلاد. بادروا بالانضمام إلينا والتعاون معنا لبناء قطر الذكية.